صاعد جيل جيل ليبيا، ونتمنى التوفيق لجميع المدارس المشاركة وبارك الله فيكم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نعرف بأنفسنا نحن كمراقب التربية والتعليم بلدية البيضاء، مكتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي، قمنا بالمهرجان اللي هو مهرجان ارسم ولون لطلبتنا طلبة مدارسنا، نبرزوا فيهم مناشط وحبهم للألوان والرسم، وبحيث أن نبرز يعني مواهبهم، وكذلك يعني مشاركة للمكتب في هذه المناشط، وإن شاء الله نكون درنا شيء ولو بسيط يقدم صورة طيبة للمدينة وللمراقب التعليم البيضاء، وبارك الله فيكم.